اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبتدي حوارنا وكلامنا مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وايضا مدرب عام لفريق كره اليد سيدات بالنادي الاهلي. وهنتكلم معاه النهارده عن منتخب مصر ومشاركته اللي ابتدت النهارده في بطوله امم افريقيا لكره اليد سيدات. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عيسى، منورنا في مكانك وبيتك قناه النادي. الله يخليك يا كابتن عيسى، بنورك. كابتن محمد، يمكن الجمهور محتاج يعرف اكتر، يمكن البطوله مش واخده حيز اعلامي كبير بالرغم ان الاتحاد حاول الحقيقه يحط الضوء عليها، لان منتخبات مصر السيدات بقى لها كتير ما شاركتش وما كانش فيه اهتمام قوي بالشكل ده. فعايزين يقول يعني معلومات عن البطوله للساده المشاهدين، وبعد كده هنروح بقى بالتفصيل عن منتخب. اتفضل. تمام. طبعا هي دي النسخه ال 25 اتلعب في دكار من 9 ل 19 نوفمبر 22. نعم. البطوله شارك فيها 13 منتخب مقسومين لثلاث مجموعات. مصر استضافت البطوله اربع مرات، كانت سنه 83 91 و2004 و2010. طب كده يعني احنا كده يعتبر اخر مشاركه حقيقيه، ما طالما استضفتها يبقى انا كنت بشارك بقوه. دي كانت بالظبط، يبقى اخر مشاركه كنا يعني حقيقيه كانت 2010، يمكن 2012 كمان، يعني ناجي بيبلغني 2012. يعني اخر مشاركه، يعني 10 سنين احنا بعيد بالظبط. وهي دي كانت المشكله، وهي دي اللي حصل تاثير فيها الفتره الاخيره في السيدات عندنا، اذا كان في الدوري عموما او كمجمل عموما في البطوله. طبعا منتخب مصر خسر كتير بان هو ما بيشاركش في البطولات، واحنا عندنا كمان محترفات بره مصر ولعيبه حب جمعه هايل بصراحه موجودين. فهي دي بس كانت الازمه اللي عندنا كتير. طيب مين المنتخب الاكثر حصول على هذا اللقب؟ طبعا منتخب انجولا 14 لقب، والكونغو برازافيل اربع مرات. يعني يبقى منتخب انجولا اخر حامل لقب، صح؟ بالظبط. هو منتخب انجولا تقريبا هو اللي مسيطر دلوقتي في الساحه. هو والكونغو طبعا، ويليهم تونس. تمام. في منتخب تونس ثلاث مرات مركز اول، وخمس مرات مركز ثاني، وثلاث مرات مركز ثالث. نعم. منتخب كوت ديفوار مرتين مركز اول، خمس مرات مركز ثاني، اربع مرات مركز ثالث. منتخب نيجيريا حصل على لقب البطوله مره واحده ووصيف مره. نعم. ومركز ثالث مره. في منتخب الجزائر حصل على المركز الثاني مره والمركز الثالث ثلاث مرات. منتخب مصر حصل على المركز الثالث مره واحده عام 74. لا، عايزين نقف هنا. يعني تخيل يا كابتن، يعني منتخب مصر حصل على المركز الثالث مره واحده سنه 1974. بالظبط. ما فيش تاريخ. ما هي دي المشكله ان احنا ما كانش في، يعني الضوء ما كانش مسلط على الهاندبول السيدات في مصر. هي دي كانت الازمه، وهي دي اللي كانت مقصره، وهي دي كانت المشكله برضو. جت لفتره للولاد كان برضو ما كانش في السبوت عليهم، بدا التركيز معاهم، بدا نتائج تحصل، بدا منتخب الرجال دلوقتي بقى في حته تانية، بقى من اول اربعه اولمبيات كاس عالم. فدي كل ما يبقى في تركيز على لعبه معينه او حاجه، ودي بقت لعبه تقريبا يعتبر لعبه شعبيه موجوده في مصر. صحيح، لعبه شعبيه تانية بكل المقاييس. بكل المقاييس خلاص بقت لعبه شعبيه تانية. فيعني ان شاء الله نبتدي من صفحه جديده، ويبتدي بقى التاريخ يبتدي يتكتب مع هذا الجيل. اتفضل يا كابتن. بالظبط. وفي منتخب الكاميرون اربع مرات مركز تاني وثلاث مرات مركز ثالث. منتخب السنغال مرتين مركز تاني. منتخب كونغو الديمقراطيه وصيف مره ومره واحده، والمركز الثالث مرتين. تمام. طب كابتن، يعني احنا النادي الاهلي هو اكبر تاريخ محلي في كره اليد السيدات. تمام. ولما اتعمل المنتخب احنا توقعنا ان هيكون المنتخب قوامه الاساسي من النادي الاهلي، ده طبيعي لان الاهلي يمكن 30 سنه ولا 35 سنه احنا يعني حامل اللقب. هو كان محتكر تقريبا الفتره الاخيره، البطولات كلها اللي كانت موجوده. طيب احنا عندنا ست لاعبات اشتركوا دلوقتي او مشاركين مع المنتخب. بالظبط. كان متوقع يكون اكتر، ايه اللي حصل؟ هو بالفعل هم كان في تسع لعيبه مش من القوام المنتخب الاساسي اللي موجودين، بس حصل في ثلاث اصابات. نصر عيد حصل. نعم. فيه شرخ او خلع في الصباع او عملت عمليه. صحيح، صحيح. في دعاء حلمي جالها سبرين انكل قوي جدا. فين؟ في المنتخب؟ مع المنتخب؟ كان مع المنتخب طبعا. يعني اتصابت مع معسكر المنتخب. يعني ده مع المنتخب طبعا. هي نصر بس الوحيده اللي كان في ماتش في الدوري. في دنيا صقر برضو نفس الكلام، كان جالها مزق في البط، وهو ده برضو دي كانت قبل البطوله. يعني نص كانت دنيا ودعاء الاثنين كانوا قبل البطوله، ما فيش 10 ايام تقريبا. فكان هما من ضمن القوام. نصيب والحمد لله. يعني الحمد لله طبعا. حضرتك
يعني الطبيعي كان يبقى فيه 9. اه طبعا. تواجد 6 النهارده برضو مش عدد بالقليل. اه طبعا مش عدد قليل طبعا، من 6 من 17 لعيبه تلت المنتخب تقريبا. اه هو كل الانديه، شمس فيه 3، سبورتنج فيه 3. وكان في حارس المرمى، حضرتك قلت لي امنيه كمان كانت، وكان في اه كمان كانت امنيه، كانت امنيه كانت موجوده برضه بس هي استبعدت في الفتره الاخيره. بس فاحنا كان عندنا 10، ودي كانت بتاثر علينا احنا كفريق النادي الاهلي واحنا في التمرين الفتره الاخيره. ما كانش ما